حصيلة وفيرة من الألغام انتزعتها الفرق الهندسية المتخصصة هنا، حيث تواصل مهمتها في تمشيط معسكر خالد ومحيطه في مدينة المخا غرب محافظة تعز. تم نزع حوالي ما يقارب 800 لغم مضاد للدبابات و400 لغم مضاد للأفراد، وبعون الله تعالى استطعنا نزعها وفتح الثغرات. فرت الميليشيات الإنقلابية من القاعدة العسكرية الأكبر في الساحل الغربي، لكنها خلفت العشرات من الألغام التي زرعتها في مساحات واسعة، لا سيما البوابات الرئيسية ومركز القيادة وميادين التدريب. أنا أبرز المعوقات التي واجهتنا يعني هي الألغام. أما العدو نحن بعد. أما العدو فهو شرد ولا بقي أحد. ونحن بعده بس أنا كان الألغام يعني. إلى الألغام الذي الألغام الفردية. أكثر من 800 لغم فردي ومضاد للمركبات تم نزعها من المعسكر والمناطق المحيطة به، وهو ما اعتادت على فعله ميليشيا الحوثي، إذ تعمد إلى تفخيخ وتلغيم المناطق التي تغادرها كطريقة أخيرة لإطالة أمد الحرب التي باتت تقترب من مراحلها الأخيرة على الأقل في الساحل الغربي. عشرات الحقول لشبكات ألغام ومتفجرات تم التخلص منها بعد أن ذهبت عناصر الميليشيا لزراعتها هنا، لكن كل ما تقوم به لن يثني قوات الجيش الوطني والمقاومة عن استكمال طريق التحرير بحسب البعض لتخليص ما تبقى من المدن والأراضي التي ما تزال في قبضة الميليشيا الإنقلابية.